أيضا الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية علا الشافعي. أهلا بيك يا علا. مساء الخير ورمضان كريم عليك يا يوسف على طول. رمضان كريم عليك. عايز أخد رأيك في يحيى وكنوز، شفتي فيه إيه؟ شايفة إيه مميزاته؟ يعني كلميني بعين الناقد المدقق. شوف، انا يعني انا برضو كده يعني زي ما قالت استاذ سماح، الحقيقه انا كنت مستمتعه جدا بكل كلمه هي بتقولها، ان احنا من زمان كان عندنا انتاج مميز للاطفال ومراحل عمريه مختلفه، فجاه بقى في فجوه ما بين ما يقدم للاطفال والاطفال الحقيقيين الموجودين بتصرفاتهم بحياتهم. يحيى وكنوز يعني انا بشوف ان هو من الاعمال اللي بتعيد، يعني الحقيقه بتعيد تاني لانتاج الاطفال اهميته، بتعيد ليه التاكيد على ضروره وجود هذه النوعيه من الاعمال، لان يعني انت شايف حتى مستوى التنفيذ عامل ازاي، في عنايه بكل التفاصيل، الرسوم، التحريك، المزيكا، يعني الحقيقه كل العناصر فيه اقدر اقول كده ان العمل مبذول فيه جهد كبير جدا من المؤلف من المخرج. فانا يعني انا من الناس اللي برضه زيها متحمسه لهذه النوعيه من الاعمال وجودها، خصوصا ان انت هنا بتقدمه بروح عصرية ولغة الأطفال دول. يعني أنت بتشوف يحيى طفل عادي جدا، ممكن يبقى مشغول بحاجات كتير، مش عايز يذاكر، اللي هي التركيبة اللي ممكن تلاقيها الأطفال دلوقتي في طبيعي. حياتنا، أخته اللي هي كنوز على يعني مهتمة بمذاكرتها بس برضه التليفون معاها والسوشيال ميديا واخداها وبتعمل حاجات بتطلع على الانستجرام وعاملة نفسها عندها فولورز ومهتمة بالتفاصيل دي كلها. إزاي هتضفر التركيبة دي كلها تقول لهم لا أعرفوا كمان تاريخكم وحضارتكم القديمة، لأن ده كمان مهم جدا للأطفال. اللي بيميز كمان يحيى وكنوز مش بس انا بشوف يعني لغه الحوار، لا يعني في اللي هو كده تاصيل لحاجات كانت ابتدت تروح من الذاكره، بمعنى ان انت ما بتعرف الاطفال ان مصر القديمه اسمها كنت، مش لازم اقول الفرعونيه، لا هي ما اقول الاسره القديمه الملوك، يعني كلمه الفراعنه مش هي الرابط يعني الاساس، صح. اقصد ان هو ده مهم قوي ان انت بتعمل بتركز على ده. كمان انا بشوف ان يعني اختيار توقيت عرضه برضه بعد المغرب والناس كلها قاعده تفطر، مهم ان العيله كلها تكون بتتفرج على هذا المنتج اللي بيتقدم اللي تم تقديمه بعنايه شديده جدا. فيعني انا بشوف ان وجود يحيى وكنوز في يا ريت يبقى في اعمال زيه ثانيه كتير الحقيقه، ده شيء مهم جدا للاطفال في الاجيال الجديده. صحيح. انا بشكرك جدا 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 كاتبتنا الصحفيه وناقدتنا الفنيه علا الشافعي، شكرا جدا ليك يا علا على هذه المداخله.